نخطو الخطوة الأولى إلا عندما نغير في أنفسنا من أعماقنا هذه الصفات التي استطاعت العولمة أن تزرعها في أولادنا، في تكوين أولادنا، في تكوين علمائنا، في تكوين أنفسنا، إلا إذا استطعنا أن نغيرها في تكوين أسرنا، في تكوين أمهاتنا، آبائنا. عندما نغير هذه الأشياء التي تسربت إلى أعماقنا نستطيع أن نعطي شيء، التحالي بدأ يأشر على الساعة، نستطيع أن نعطي شيء، نستطيع أن نبدأ بأن نعطي شيء. عندما يسأل بعض الإخوة والأخوات بحق، وهذا يسأل باستمرار، ما هي الوسائل؟ والله يا أخي بكل بساطة يمكن تسألوني 50 مرة وكل مرة أقول لا أدري. الوسيلة هي الوسيلة التي تبتكرها أنت بما يناسبك وحسب إمكاناتك. إذا أنت كنت رجل أو امرأة قادر أو قادرة على المبادرة والتفكير والعطاء، تنظر في إمكاناتك، تنظر في الواقع من حولك، تنظر ماذا تستطيع أن تقدم، فتحدد الوسيلة حسب الغاية التي تريد أن تصل إليها. إنما كيف أستطيع أن أقول لك والله الوسيلة هي الكتاب وأنت لا تستطيع أن تكتب، أو أقول الوسيلة هي الكتاب و10% من الحاضرين يكتبون والباقي لا؟ الوسيلة هي الوسيلة التي يحددها كل فرد أو كل مجموعة طبعا أيضا في النطاق الذي يعيش فيه من بعد أن يقرر أن يتحرك. والقرار هو الذي نستطيع أن نصنعه في أنفسنا، أن نصنع من أنفسنا الإنسان الذي كان كأبي بكر الصديق. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى اليوم كذا يقول أنا، من زكى يقول أنا، من خرج في جنازة يقول أنا، من كذا. هذا الذي جعله أفضل من عمر، وعمر كان صوته أعلى منه، يعني جهور بالصوت يعني أكثر من أبي بكر الصديق. ويمكن وهي أمور عديدة جدا اللي ممكن الواحد يعددها من هذا القبيل. الإنسان، صناعة الإنسان هي التي تنقصنا، وهذا الذي نفهمه أيضا من قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني يغيروا ما بأنفسهم كإنسان كفرد، مو كعلاقات اجتماعية، لأن العلاقات الاجتماعية وليدة طبائع أو خصائص الأفراد، وإلا ما يمكن أن تتكون. فنسأل الله عز وجل أن يعمل كل منا بحدود استطاعته ومعرفته والموقع الذي هو فيه، وبأي مجال من المجالات لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني يمكن الإنسان في بيته، يمكن في علاقته مع، لا أقول مع زوجته بس بخاف زوجتي تحاسبني في البيت على ذلك، يعني علاقته الأسرية، علاقته في المدرسة، علاقته مع من يعرف، علاقته في الملتقى الذي هو يعمل به، في كل مكان من الأمكنة حسب قدراته الحقيقية وليس حسب ما يتمنى. يا أخي كنا نسمع أيام فلسطين قبل قليل، ذكرت بأنه كنت ألقي أكثر المواضيع عن قضية فلسطين. يا أخي يدخل أحدنا إلى الندوة يقول يجب أن نذهب وأن نحارب، هو لا يستطيع لا أن يحارب ولا أن يذهب. طيب في اليوم الثاني أقول له، والله مو أنا يعني طبعا الإخوة اللي كانوا يشتغلون أكثر مني، يقولون له يا أخي بدنا نبعد ناس إلى اللقاء القادم، بدنا من يوزع هذه، كانت الرسائل ما تبعث بالإيميلات، كانت ترسل بالبريد. وأنا أعرف بعض الجمعيات كانت لا تملك المال من أجل البريد فيدور حول البيوت. يا أخي في جهد معين كان يبذل من أجل أنه مدينة كبون التي أنتمي إليها كان فيها حوالي 20 واحد يصلوا الجمعة وليس فيها سوى ذلك المصلى، الآن فيها حوالي 15 مصلى على الأقل، وفي أحد في بعضهم يصلوا الجمعة مرتين والمسجد يتسع لأكثر من 1000 شخص. هذا العمل الواقع بدأ صغيرا، هذا العمل أيضا من إنتاج الجيل الماضي، حتى لأنه تكلمت كثيرا عن الجيل السابق، لكن الحقيقة هو العمل الفردي الذي تراكم فأنشأ شيئا. نحتاج إلى شيء من الضبط من خلال تعاوننا مع بعضنا البعض، نحتاج إلى شيء من النظام الذي لا يجعل بعض الجهود تضيع، ولكن في نهاية العمل نحتاج إلى القرار الفردي أن نعمل، ليس فقط في قضية مواجهة العولمة، وإنما في مواجهة معظم الواجبات التي تحيط بنا وهي أكبر بكثير من قضية العولمة. العولمة ليست إلا جزءا يكاد ينهار من داخله، ولا نكاد نحتاج إلى الكثير من أجل العمل، نحتاج إلى إيجاد البديل، وحتى الآن لا نعمل بما يكفي لإيجاد البديل ونشغل أنفسنا بمعركة قد لا نستطيع اقتحامها كما ينبغي، والحمد لله رب العالمين.
في هذه اللحظة، ولكن هذا وقت الصلاة، نذهب إلى صلاة المغرب ثم نعود إن شاء الله في جلسة مفتوحة مع أستاذنا إن شاء الله. وطبعا جلسة أخوية تحتاج إلى مفاتيح، ومفتاح شخصية أستاذنا نجيبي ربما قد لا نجده أحسن من الأستاذ العربي وعيا ليسير هذا الجزء من الناس بعيد. السلام عليكم. عليكم السلام. نحن ننتهز هذه الفرصة لوجود أستاذنا نبيل شبيب بيننا لكي نتعرف عليه أكثر. الآن الحمد لله الموضوع الذي عالجه هو في صميم هموم الملتقى جزاه الله خيرا، وقد ساهم في تعريف كثير من المصطلحات الهامة في مسيرة هذه الجمعية ملتقى الحضارات لا في داخل البلاد ولا خارج البلاد. ونحن الآن نريد أن نزداد تعارفا مع أستاذ نبيل شبيب لكي يزداد علاقة، لكي نوثق علاقته به وتوثقون أنتم كذلك علاقتكم به، لأن الآن هو يعرف بأن هذه أول مرة أتى إلى المغرب، ستكون فاتحة غير كي يأتي عدة مرات إن شاء الله إلى هذا البلاد إن شاء الله. فإذا أنا أقترح بأن نبدأ في طرح بعض الأسئلة إذا كانت خاصة في مسيرته، في تكوينه، في الأشخاص الذين أثروا في حياته. ويعني أنتم يعني تحاولون، يعني إذا تريدون أن أبدأ أنا بسؤال في انتظار أسئلتكم، أو إذا عندكم أسئلة فأنا أدخل سؤالي فيما بعد إن شاء الله. هذه جلسة مفتوحة. شوقكم إلى سؤالي بحيث لا يرفع أحد يده، وأنا شوقني أيضا. تبعتك والله الأخت. أول أنا خرجت من بلدي من سوريا عام 1965، كان عمري 17 سنة. كانوا أهلي يقولون تدرس طب، وأنا كنت أحب الرياضيات، يعني الهندسة وسواها، يعني كنا قريبين من بعض في تلك الفترة مو الآن. وكان أبي يقول لي دروس رياضيات، لكن العائلة الحقيقة تؤثر أحيانا أنه يجب أنه يرجع طبيب، يجب كذا. فخرجت إلى ألمانيا بنية دراسة الطب. الشيء الذي أريد أن أضيفه يا إخوة اللي عندهم شباب بدهم يدرسوا، لا تضغطوا على أولادكم إلا في المجال الذي يرغبون فيه، والمجال الذي يستطيعونه أيضا. التخصص الواقع هو من أهم الأشياء على الإطلاق في حياة الإنسان وإنتاجه. فإذا يعني أنا 5 سنوات من الطب اشتغلت فيها حتى في المستشفى، قطعت مرحلة لا بأس بها، بس لم أكمل الطب لأنه لا يناسبني بكل بساطة، لا تناسبني دراسته. عندما وصلت إلى هذه المرحلة وجدت نفسي الآن يعني لم أعد ابن 17 سنة، قطعت 5 سنوات، أولا تحضير سنة تقريبا مشان لغة وسواها، و5 سنوات، وبعدين سنة ضياعة، يعني 7 سنوات، صار حوالي 24 عمري. فقلت هلأ إذا بدأ الدراسة حيصير عمري 30، ما بيعود حدا بيتزوجني. فرحت تزوجت، أصبح لدي حياتي الأسرية مقدمة على الدراسة، وحولت فيما بعد إلى دراسة العلوم السياسية والقانون الدولي. فدرست حتى وصلت للماجستير، ما أدري إيش تسمى هنا. السنة التي أردت أن أقدم فيها الماجستير اندلعت الأحداث في سوريا بتاع الثمانينات، فالواقع لم أعد أعطي الدراسة. يعني كان هناك العمل العادي للإنسان يرتزق منه، ثم هناك كان جولات في أوروبا، كان بمعدل أسبوعيا أغادر يعني ألمانيا إلى بلد آخر غالبا في جولات تتعلق بالوضع في سوريا، وانتهى الأمر بالنسبة لي. صارت القضية يعني إذا كان لم أستطع أن أسجل نفسي، فأنا درست العلوم السياسية والقانون الدولي بهذه الصورة. ولكن المجال الحقيقي إلي لا العلوم السياسية طبعا، يعني من الأشياء اللي
اشتغلت فيها بسرور. أما المجال الطب كان ليس هو المجال بتاعي، يعني المجال الذي يناسبني. ثم كان هناك الواقع الاهتمام بالإعلام، فاشتغلت في الإعلام من سنة 1968. وألمانيا لا دراسة الإعلام لا تحتاج إلى دراسة بمعنى الكلمة، فإجت فترة كنت أدرب غيري في المكان اللي أشتغل فيه على العمل الإعلامي، وبقيت بالعمل الإعلامي حتى الآن. طبعا في هناك اهتمامات للإنسان يحصلها، وهي أقولها لمن لم يسلك سلك الدراسة الجامعية، يعني هناك أشياء يحصلها أناس الواقع من خلال دراساتهم الخاصة. يعني أنا أعرف من الواقع أبدع في علم الحديث وهو متخصص بالاقتصاد، من أبدع في الاقتصاد لأنه من خلال شغله الواقع استطاع أن يجمع خبرات عملية. يعني في أمور يمكن تحصيلها من خلال الجامعة وهي ضرورية وهي الأفضل. يعني لا أدعو أحد خاصة من الطلبة، والحمد لله الطلبة كلهم مشيوا أو قسم كبير منهم، يعني لا أدعو إلى أحد من الطلبة على أنه يركز على الأشياء الاهتمام بالخاص يعني في الدراسة، إنما التحصيل العلمي الجامعي يعطي أرضية معينة يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يجمع الخبرات. فمن المجالات التي اهتميت فيها على سبيل المثال من خلال الجانب الإعلامي، أحياناً يتطلب منك دراسة بعض الأمور دراسة متعمقة. قضية فلسطين على سبيل المثال اللي استحوذت اهتمامي من بداية السبعينات لم تعد بالنسبة لي قضية أدرسها في جامعة. يعني المكتب بتاع كتب فلسطين عندي يمكن كان عندي أكثر من 500 كتاب، وهي من الكتب القليلة اللي أشتريها وأقرأها. بقية الكتب قد لا يقرأها الإنسان بالكامل. المؤتمرات طبعا لعبت دور، الاتصالات، كتابة بعض الدراسات اللي خلت معلوماتي عن قضية فلسطين الواقع معلومات عميقة تمكنني من كتابة كتب عن فلسطين، طلع لي حوالي 4 كتب فيها. أيضا مثلا لما أتي قضية أفغانستان واهتميت فيها، ما اكتفيت الواقع بمجرد المتابعة الإعلامية عندما أكتب إعلام. الأخ يعني العربي، الأستاذ العربي نبه لي الشيء، يعني يقول من أثر في حياتي. أنا الواقع الأستاذ عصام العطار من اللي أثروا في حياتي في هذا المجال كثيرا. مثلا كنت أكتب في مجلة الرائد، كان يقول لي أخ نبيل ما بيصير تكتب كتاب مقال إلا وتكون قرأت في موضوعه على الأقل 10 أضعاف الكمية التي تكتبها من الأشياء الجيدة. يعني مو 10 أضعاف كمية، إنما 10 أضعاف من الناس اللي فعلا يكتبون عن هذا الموضوع. فكنت بدي أكتب عن أفغانستان، أدرس قضية أفغانستان، عن علاقات دولية لأني مقيم في أوروبا، صار بعض المجلات اللي تعاملت معهم والصحف فيما بعد المواقع الشبكية مثل شبكة الجزيرة، فيما بعد بعض المعاهد الدراسية مثل مركز الحضارة، مركز البيان للدراسات العربية إلى آخره. كان الواقع كل موضوع كان يتطلب مني أنه أتعمق في دراسته كتبا، إعلاما، مصادر إعلامية، اتصالات مباشرة. هلأ طلب مني، أنا جبت لك كتب، وينها؟ ما وصلتك. أحدها كتاب صغير اسمه واجب الجيل المقبل أو دور الجيل المقبل في البوسنة والهرسك. فلما طلب مني الواقع مباشرة قلت له الشخص اللي عم بيطلبوا مني معهد دراسات في مصر، قلت له والله لا أستطيع أن أعد رغم متابعتي للقضية إلا إذا ذهبت إلى البوسنة والهرسك. فذهبت إلى هناك، زرت عدد من الجهات، تناقش مع بعض الناس اللي يشتغلون فعلا عندهم الاطلاع الكافي، حتى وصلت إلى صورة حقيقية أستطيع أن أكتب فيها شيء. فالواقع لا بد الحقيقة، هذا اللي أردت أن أذكره من خلال ما قلت أني أضيف شيء على المعلومة. اختصاصي الواقع العلوم السياسية والقانون الدولي بشكل متعمق، الشيء الكتب اللي عندي تتجاوز ما كان هو مطلوب في الجامعة. الأمر الثاني، لا يختار الإنسان إلا الاختصاص اللي يناسبه، لا يرغم الأهالي أبنائهم على اختصاص لا يناسبهم. والأمر الأخير أنه في كل موضوع يحتاجه الإنسان بده دراسة جديدة، يعني حتى لو متخصص. هلا الطبيب إذا تخرج من طبه وجلس في عيادته ولم يتابع ما استجد في الطب، والله يا أخي يتأخر خلال سنة واحدة، خاصة في هذا العصر في كل يوم في شيء جديد، فالتخصص لا ينبغي أن ينتهي. إن شاء الله الإجابة كافية أو زيادة شوي. سؤال آخر. ألمانيا كان اهتمامهم بقضايا العالم العربي السعيد.
مشاكل أو مضايقات من خلال مزاولتكم لمهمة لمهنتكم كمفكر وكإعلامي. حقيقة لا، يعني على الأقل هذا خبرتي الخاصة في ألمانيا، ولا أريد أتعرض للبلدان الأوروبية الأخرى. لا أعرف أحد تعرض لمضايقات حقيقية إلا إذا تجاوز الحدود المنطقية، لا أقول الحدود السياسية، حدود المنطق. يا أخي أنا عايش في ألمانيا وأعرف سياسة ألمانيا وإلى آخره، وأجد مثلا سياسة ألمانيا في قضية فلسطين، في قضية إسرائيل، في قضية أفغانستان مرفوضة، فأقول مرفوضة ولا أحد يمنعني، ولكن أهاجم ألمانيا بأسلوب غوغائي، أو أقول كذب بعض الأمور الكذب، والله ميركل مثلا حصلت على كذا وكذا وأخذت كذا وكذا وهي لم تفعل ذلك، ليس عندي علم، ممكن يضحكوني في القضاء. هذا لا يعني أن الحرية الواقعة مطلقة. هلا هذا عم يسجل؟ نعم يسجل. هلا بدي احكي كلام ما لازم يسجل؟ لا والله ما عندي مشكلة حقيقة فيه، لأنه هذا كلام عام أيضا. أنا كنت أشتغل في القسم العربي في إذاعة صوت ألمانيا الموجه إلى بلادنا العربية، اشتغلت 35 سنة، 25 منهم حر، بمعنى ليس بيني وبينهم عقد بدوام، فكنت يعني أدخل وأخرج مثل ما شئت وأفصع ما شئت. بعدين 10 سنوات موظف، ثم اكتشفوا أن لي بعض، اكتشفوا أنا كنت معروف قبل الدخول، يعني يعرفني من يعني رغب أني أتوظف وأهرح علي فتوظفت. المهم كنت الواقع إسلامي، وإجت الفترة التي كان الواقع الإسلامي يحارب فيها، فأرادوا التخلص مني. فلما أرادوا التخلص مني صدر قرار بفصلي فصلا فوريا، لأنني كتبت موضوعا حول أحمد ياسين رحمه الله عندما استشهد. لكن كيف إذا تأملنا في هذه الحادثة، تركنا الجزء الآخر لحكي أيضا، أي حرية طائي هذه؟ أين كتبت هذا الموضوع؟ ليس عبر الإذاعة، إنما كتبته في صفحتي الشخصية، يعني هذه مداد القلم الشبكية، واللي يقرأها بضعة مئات، مش مسألة مئات ألوف. يعني القضية ليست قضية كذا، إن يريدون التخلص من شخص له روح إسلامية ولم يجد في عملي مهنيا، وهذا الذي قصدته قبل قليل، ما يمكن أن يكون سبب للتخلص، وليس في قوانينهم ما يبيح ذلك. فأنا لم أخالف القانون، وأعبر عن رأيي إسلاميا فلسطينيا عربيا بشكل كامل، ما عندي مشكلة. وعندما تعرضوا لي بهذه المشكلة رفعت عليهم دعوة، ويعني كسبتها واقعيا، شايفين كيف؟ فإذا المضايقة تحصل. أنا أعرف الواقع ناس آخرين اللي كانوا يلاحقون، بس يلاحقون في أمور طريقة تعبيرهم، طريقة اتصالاتهم. يا أخي لما واحد يعيش في ألمانيا أو في فرنسا أو في أي بلد أوروبي ويقول هذه الحكومات الكافرة تأخذ الضرائب وتسددها من أجل القتال ضد أهلنا في أفغانستان، ويجب أن ندعم من يقوم بعمليات إرهابية، طبعا يسموها عمليات استشهادية كذا كذا في أوروبا، لقتل الناس مثلا بقطارات أو بكذا، من يصنع ذلك؟ والله لو كنت أنا بالحكومة لكن قبضت عليه وسلمته للقضاء حتى يحاكمه. شايفين كيف؟ يعني ليست كل الأساليب هي الغلط، طريقة التعبير اللي هي غلط. بعد ذلك يا أخي في أمر آخر، أنا مولود في، يعني أتيت إلى ألمانيا كما ذكرت قبل قليل 17 سنة، نشأت في ألمانيا، طبعا عشت واشتغلت ودفعت ضرائب وكل شيء، يعني أديت واجباتي وتمتعت بحقوقي، وليس عندي مشكلة حقيقة من يوم وصلت لألمانيا حتى الآن حقيقية بيني وبين المجتمع الألماني أو بيني وبين السلطات. إنما في أولاد نشأوا في ألمانيا، ولدوا في ألمانيا، لا يعرفون أصلا بلادهم الأصلية، هذا الشيء يسري على فرنسا، على بريطانيا إلى آخره. فأنا بناتي أبنائي لما يسألوا أقول لهم يا أخي يعني إذا سئلتوا أنتوا ألمان من حيث النسبة إلى الوطن، لكن مسلمين من حيث النسبة إلى العقيدة. طيب بده يهتم بقضية فلسطين، نحن نعلم سياسة ألمانيا فلسطين، كيف بده يهتم؟ يا أخي بكل بساطة الدستور الألماني يطالب بأنه يكون الشعب الألماني واعي بالقضايا السياسية، وهذا جزء من وعي بأن أتعلم ما هي قضية فلسطين، ما هي قضية أفغانستان، ما هي قضية اليابان، لأنني ألماني ولدت في ألمانيا والدستور يعطيني هذا الحق.
عندما يتعامل المسلم الذي يعيش في ألمانيا بهذه الصورة ما بيعود في مشكلة. فهو من منطلق أنه ألماني يقف إلى جانب الحق، يقف إلى جانب العدل. ما هذه المبادئ اللي هم يرفعونها؟ طبعا لما يقفون هن وراء هذه المبادئ ويزيفون ويخطئون نقول هذا تزييف وهذا خطأ. لكن الذي يريد أن يتكلم ما بيصير يضع نفسه عدو لألمانيا. ثم هناك الذين ولدوا في تلك البلاد عندهم مشاكل على صعيد تدريس أولادهم، على صعيد علاقتهم بالمدارس حولهم، بالمجتمع حولهم، على مثلا قضية الحجاب عندما حضر على بعض المدرسات، قضية يعني كثير من القضايا، قضية حقوق العمال المسلم إذا كان بوقت الصلاة أتى مساء ما في عطلة يوم الجمعة إلى آخره. فيجب أن يكون هناك اهتمام حقيقي بهذه القضايا. وفي هناك نقطة أخيرة مهمة يعني أذكرها ولو أطل، لمن يعمل في بلاد الغرب من المسلمين، يا أخي القرآن الكريم والحديث وكل شيء إذا رجعت إليه يأمرني بالعناية بالطبيعة، الشجرة، الشجر، البيئة إلى آخره. وفي غيري غير مسلم يشتغل في هذه العمل، ما المانع أن أشتغل أنا وياه في قضية البيئة وأخالفه في قضية الكنيسة؟ ما في مشكلة. ما المانع أن أشتغل أنا وياه في القضايا الإنسانية؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرت به مثلا جنازة يهودي وقف، قالوا له يهودي، قال له أليس إنسانا؟ يعني هذه المعاني موجودة 100%. أول تشريع للقوانين المعاشات التقاعدية في العالم كان من عمر بن الخطاب لصالح يهودي اشتغل في بلاد المسلمين، فقال أخذتم عليه شبابه وتركه إلى آخره. ممكن أمثلة لها أول وليس لها آخر. كلمة اللي نحن دائما نستشهد بها، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرام، قيلت في قبطي غير مسلم. يا أخواننا الإسلام، أي أخوان وأخواتنا، أنا كمان هذه القضية من الأشياء اللي كثيرة. يا أخي هلا فتحت لحالي باب ما كنت بدي أفتحه، بخاف من النساء كثير. الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها، صح؟ نارا وقودها الناس والحجارة. يا أنا سمعت بخطب الجمعة مرارا وتكرارا، طبعا خطب الجمعة يحضرها الرجال، نادرا ما يحضرها النساء في بلادنا الإسلامية. يا أيها الرجال يجب أن تقوا أنفسكم وتقوا نساءكم فتمنعونهن من كذا وكذا نارا وقودها الناس والحجارة. طب الخطاب القرآني مو صحيح، ما هيك الخطاب لكل المؤمنين رجالا ونساء؟ قوا أنفسكم رجالا ونساء، يا أيها المرأة يجب أن تعملي على أن تقي زوجك وأولادك من النار، ويا أيها الرجل نفس الشيء. نحن دخل في رأسنا هذا الخطاب فقط للرجال، وعلى هذا فقس أمر له أول وليس له آخر. في قضايا كمان علاقتنا في الآخرين على المستوى الدولي، على المستوى الإنساني، دخلت في أمور، في دخلت لدينا هذه الأمور كثيرا. يا إخوة ويا أيها الأخوات، هون وقفت. يعني لما يكون هناك خطاب في القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم، طيب إذا أهين إنسان غير مسلم في أي بلد من البلدان واجب المسلم أن يقول هذه الإهانة حرام، هذه الإهانة أحاربها. إذا الإسلام يقول، إذا القرآن يقول يا وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، لم يقل بين المسلمين. وهكذا ممكن أجيب لكم آيات الواقع لها أول وليس له آخر. أن الخطاب، هي كنت أقولها صرت بشكل التحدي في الفترة الأخيرة، أنه أتحدى من يأتيني بآية أو حديث في حقوق العامة الإنسانية والحريات الإنسانية التي يخص بها الله عز وجل المسلمين دون سواهم. الخطاب دائما للناس. نحن لدينا دين عالمي، عم نحكي على العولمة، لدينا دين للإنسان، والناس بيقولون حقوق إنسانية ونحن بنقول لا، نحن عنا كمان حقوق إنسانية ومنلحقهم، إيش بدكم نحن عنا؟ لا، نحن عنا من الأصل قبل أن تولدوا، قبل أن تولد من يوثيق حقوق الإنسان في الدنيا. الخطاب كان للإنسان، لعامة الناس. ورغم ذلك يأتي من بين صفوفنا كمسلمين، أقول عن ألمانيا، فرنسا، المغرب، أفغانستان، يظهر من بيننا متشددون، ونحن نقف بينهم ونقول لهم والله الحق معكم أو نسكت عليهم. لا يجوز، لأنه مو نحن لا يجوز، مو من عندي، مو أنا أقول، أنا لا أفتي، إنما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون 3 مرات،
ويقول ما شد الدين أحد إلا غلبه، ويقول يعني أحاديث التي لا تجيز التشدد والتنطع موجودة بكثرة. أعطوني حديث الذي لا يجيز التسييب، وما في ما موجود الحديث، والتسييب ما بيجوز أيضا أن يسيب الإنسان دينه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث ركز على جانب التشدد بأنه هو الأخطر، ولأنه يمكن إذا انتشر أن يسبب بلاء أكبر، فلا يصح كمان السكوت عليه أو نصور أنفسنا كما لو كنا ندافع عنه. هذا كله مصدر السؤال ماذا أفعل في الغرب أو كيف يعاملني الغرب. حقيقة ما عندي مشكلة في الغرب، يعني لا أصنع ذلك، أما إذا صنعت ذلك إذا حاسبني معه حق. عرفت كيف؟ يعني هذا اللي أقوله عن نفسي وعن غيري ممن يعيشون في الغرب. عفوا إذا بدي أطيل كل مرة ما بيعود قضية حوار. أن هناك حملة ضد الإسلام، نعم، وقع في أنواع مستويات. في مستوى من الناس الذين يجهلون، وأقول هنا المسؤولية عن المسلمين، لأن لما أنت تجهل ما عندي أنت ما كيف يصلك العلم إلا إذا أنا ما أعطيتك ما عندي. فالحملة اللي هي صادرة من عامة الناس سببها الجهل، الواقع أنا أقول المسؤولية رقم واحد على المسلمين. إذا قال المسلمون الناس يمنعوننا، طيب الناس منع الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ذلك بين الإسلام، ولا نريد أن نبين الإسلام فقط عندما يفرشون الطريق بالزهور والرياحين. يجب أن نكون قادرين على إعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام في مختلف الظروف وفي مختلف العوائق التي تواجهنا. فالجهل ليس الواقع، يعني إذا كان عذرا لهم فهو الواقع مسؤولية علينا ونحن مقصرون في ذلك تقصيرا كبيرا. ثم هناك الواقع الحملة المقصودة من جانب أناس متحاملين على الإسلام رغم أنهم يعرفونه. هناك ناس من علماء الاستشراق مثلا يمارسون هذه الحملة لأغراض. هناك من يدعمهم من داخل نطاق قوى العولمة المالية، لأنهم يعلمون أنه إذا الإسلام، تذكروا أيام الأزمة المالية التي شدت كثيرا في العالم، بدأت فرنسا تفكر بأخذ يعني بعض المجلس الأعلى في الدولة في فرنسا أن يأخذ بعض القوانين الإسلامية المتعلقة بالجانب المالي. ليش؟ أنه لاحظوا أن المصارف المالية الإسلامية لم تتأثر، لا تتعامل في الربا، فلم تتأثر بالأزمة كما تأثرت المصارف الأخرى، على الأقل ليس بنفس القوة. فعرفوا أنه في سر وبدأوا يبحثون أنه ما هو الشيء الذي يمكن أن نأخذه. أما في هناك قوى الواقع يعلمون بأن ظهور الإسلام، لما بيقول لك الإسلام لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولا يقول في فرق هناك لأن واحد ساكن بإفريقيا واحد أسود عايش في أمريكا. عندما يقول الإسلام كذا كذا كذا، يعني عدد من الأشياء ممكن نذكرها. عندما يقول الإسلام وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيعتبر هذا حق واجب أن تؤديه. على مين؟ على أصحاب المليارات إلى آخره. عندما يأتي الإسلام مثلا عمر بن الخطاب عندما فرض الضرائب، جعل ضريبة التمر مخففة وضريبة العسل، والله لا أدري الآن ما اللي حاصل تماما، وهم طعام الأغنياء كان عالي الضريبة وطعام الفقراء كان قليل. نحن عندنا ما يسمى ضريبة القيمة في أوروبا كلها على الأغنياء والفقراء جميعا بنفس المستوى إلى آخره. عندما ينتشر هذه الأفكار يخشى منها المهيمنون في عالمنا فيحاربون الإسلام بشكل مقصود. هذا الشيء صنعته مثلا شركات هوليوود، صنعته يعني مراكز القوة، مراكز القوة اللي تعيش من السلاح، تعيش من كذا. طيب هؤلاء كيف تواجههم؟ تواجههم بالله إذا كان واحد يملك مليار وانت تملك 10 دراهم بتقول له تعال بدي حاربك؟ يجب أن تمتلك أسلحة أخرى. هذه أنا قصدتها في كل الكلام عن قضية الإنسان. يجب أن يكون لديك الإنسان القادر على أن يصنع المال. هذا لا يمكن أن يكون قادر بهذه الصورة إلا إذا كان له مواصفات معينة. لا أقصد بهذه المواصفات الذكاء والاقتصاد والعلم إلى آخره، إنما أقصد أنه هو كإنسان على الأقل أن يكون له طموح. نحن يمكن بعض العائلات طبعا ما هو عمي بعض الأسر